من نواكشوط بدأت معركة علماء السنة لمواجهة الإرهاب والتطرف في شكل مؤتمر إسلامي جامع تنادى إليه علماء المذهب من كل الأمصار والبلدان. يسعى هؤلاء العلماء إلى بناء تصورات واجتهادات تضع خارطة طريق لمجابهة الفكر بالفكر. تبدأ الحرب في القلوب قبل أن تتحول إلى عقيدة استنبطت من تأويلات خاطئة، ثم ما تلبث أن تكون فتنة يستغلها الغوغاء ويستمد منها أعداء الأمة ما يدمرون به الأمة. نبحث عن السلام انطلاقا من الكتاب والسنة، فربنا هو السلام ويدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فالسلام هو مقصد شرعي مطلوب، وجاء في الأحاديث النبوية إفشاء السلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نجاة تدخلوا الجنة بسلام، حديث متفق عليه. وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. أصبحت وسائل الإعلام الحديث غرفة عمليات تدار منها أشرس المعارك، فسلاح الكلمة هو أمضى سلاح لسرعة انتشاره وتأثيره لا سيما في النفوس الضعيفة. والسماوات المفتوحة تجعل من السهولة بمكان دك العقول والنفوس بأخطر الأفكار وأكثرها تدميرا، ومن هنا تنشأ العداوة. وأمام هذه الوضعية ينتفض علماء الأمة كخط دفاع للتصدي لظاهرتي الإرهاب والتطرف، وذلك في إطار ندوة تضمنت محاور من بينها أهل السنة والجماعة ووحدة الأمة المسلمة، والإرهاب والتطرف في ميدان الشرع، وعلماء الأمة الحقوق والواجبات، ونحو موقف راشد لمكافحة الإرهاب والتطرف. التطرف الذي ينتج عنه العنف والإرهاب باسم الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العمل على إقامة الدين وإعادة المجد للأمة، هذا الإرهاب من أعظم البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمن، ومعالجة هذه الآفة مسؤولية مشتركة بين عدة جهات: أولها الأسرة، وثانيها مؤسسات التربية والتعليم، وثالثها المسجد، ورابعها الإعلام بمؤسساته ووسائله المختلفة، خامسها العلماء الذين يؤدون رسالتهم من مواقع خاصة أو من خلال هيئات ومؤسسات رسمية أو شعبية. وكما أن الحرب تبدأ من القلوب فإن السلم أيضا هو منشأها، لكن الإصلاح المطلوب يمر بمنهج قويم يعتمد على التربية والتعليم، تربية تستأنس بما ورد في السنة المطهرة واجتهادات علماء المذهب، وتعتمد مقاربات الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا أي حد يمكن للمقاربات الشرعية أن تساهم في محاربة التطرف والإرهاب. انحرافه هو السبب الرئيسي لقضية الظاهرة، وهذه الظاهرة ليست جديدة، ولذلك تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بقضية من يخرج على هذه الأمة. فهذا الخروج الذي سببه الانحراف إنما دواؤه معرفة الفهم الصحيح للإسلام، وبذلك فاجتماع علماء أهل السنة ذو مغازي متعددة. جانب منه هو لتفهيم هؤلاء وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى الجادة، جانب منه أيضا لإفهام الآخرين بعد الإسلام وابتعاده كل البعد عن ما يريد البعض من إلصاق هذه الظاهرة به. المؤتمرات من هذا النوع غاية ووسيلة، واختيار موريتانيا لم يكن اعتباطا. هذه ظاهرة بطبيعة الحال بلادنا قدمت فيها حلولا أصيلة وحلولا حوارية وحلولا جمعوية أتت أكلها بحمد الله في السنوات الماضية. هي أفكار أساسية جدا تحتاج إليها الأمة في وقتنا الحالي،
ولعلنا نصل إن شاء الله إلى قاعدة عامة يستنير بها المتطرفون أنفسهم، يستنير بها من تأثروا بفكر الإرهاب، ويعرفون أن حاجة هذه الأمة إلى جمع الكلمة أعظم من حاجتها إلى الشتات وإلى التنازع. يعاني اليوم المسلمون أيضا مشكلة خروج بعض العلماء والمفكرين عن أدب الحوار والخلاف المشروع إلى أسلوب الاتهام والتجريم والجدال الذي لا طائل من ورائه وغير ذلك. لذلك نحن رأينا أن هذا الموضوع مهم جدا للغاية. دول أمة فذلين قالوا الكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة شتلبوه يتلبوه القرون المزكاة الثلاثة، القرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري، هذو هم القرون المزكاة اللي ينقال لهم التابعين. حازت موريتانيا قصب السبق في مواجهة الإرهاب والتطرف عبر مقاربات مزجت بين الردع بالقوة والردع بالموعظة والردع بالتنمية، فالعلماء انتقلوا إلى السجناء المعتقلين على خلفية المعتقدات الهدامة، كانوا ثلة غرر بهم، لكن الكثيرين منهم عادوا إلى رشدهم. هي عملية إصلاح تبدأ بالحوار الذي توازيه إجراءات أخرى لمحاربة الفقر والتهميش.